السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. هذا النهار عندنا شي مواضيع اللي هي دائما وأبدا على الخروب. غادي ندير لكم نبين لكم الخروب اللي كتغرس في العسير الكولور ديالها وكي كتعيش، والخروب اللي كتعيش في الطبيعة على النقلة يعني على الشتائل. غادي تشوفوا الفرق هنايا، وغادي نهضروا على المشاكل اللي هي الخروب اللي تزرعت في العسير ومن بعدها داوها الناس زرعوها، اش من المشكل اللي كتوقع بالبيئة، يعني البيئة يعني جديدة عليها، ياما البرد يجيب لها ما يبقاش، ياما الحمان يجيب لها، يعني البيئة صعيبة عليها على الخروب اللي هي تربط في العسير. ولكن ان شاء الله غادي نديرو غادي نهضروا عليها هنا باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هذا النوع ديال الشتائل اللي تربط في العسير. كنقول للدراري اللي اول مرة غادي يشوفونا ان شاء الله عبر القناة ان شاء الله يديروا ابونيك، ابوني يعني الاشتراك في القناة، سكرايب يعني، يديروا لنا شي لايك، يدعمونا بلايك ويدقوا الجرس دائما وابدا الا كان شي جديد كيجي عندكم مباشرة. اللي كنقول للناس اللي عندهم الفيسبوك يبارطاجيو لنا حتى هما، يعاونونا، يبارطاجيو للاصدقاء، واذا كان شي جروب يحطوه تما، ونتمنى الخير للجميع، لان الفيديوهات جميعها على يعني على حسب معلومات على الخروب موجوده موفره من الاول حتى التالي. اللي شاف الفيديوهات كاملين على الخروب ما يحتاجش يعني شي اسئله ولا، ولكن الا بغى بنادم يسول عنده شي اسئله يحط النمره ديالو ديال الواتساب في القناه نواجبو ان شاء الله. هنا غادي نوري لكم الاول، غنوري لكم الشتله اللي هي مربيه فكسميتو في العسير كي دايره. غادي هنايا غادي نبينها لكم، غادي تشوفوا هنا كي دايره الكولور ديالها خضراء، ولكن فيها واحد شويه الصفورية قليله، يعني بالنسبه للورقه قليله فيها وخفيفه بزاف، ضعيفه يعني العود ديالها ضعيف. هنا غادي نوري لكم عاود اللي هي اللي تربط في البيئه، اللي تربط في البيئه غادي تشوفوها كي دايره، يعني كاين الفرق بزاف. ها هي هادي تربط في البيئه برا، شوفوا كي غليظه، شوفوا الكولور ديالها كيفاش. وهنا باش تشوفوا الفرق ما بين اللي هي تربات برا واللي هي تربات لداخل، هذه راها تربات برا. هذه هنا كي قلنا اللي تربات في العسير دائما كتمشي لديك الصفوريه، الشجره ديك الشتله كامله تمشي للصفوريه، والورقه ديالها رقيقه بحال هذه، حتى هذه راها تربات غير داخل في الدار، رقيقة وفيها الصفورية، والعود ديالها رقيق، يعني حاجة ما كاين والو. بالنسبة اللي تربات برا في البيئة هنايا كتلقاها العود ديالها غليظ، والورقة ديالها غليظة، وفيها الخضورية ديالها مشات يعني واحد البعد كبير. هنا كنشوفوها بينما مزيانه. هنا غادي نجيو للمعاناه اللي كيدير هذا الشيء هذا، يعني الشتائل ديال العسير مي كنغرسوهم يعني في الطبيعه. هنا مي كنغرسوهم في الطبيعه كي قلت كان الريح، كانت الشتاء، كان البرد بزاف قاسي يعني البارد ولا الشمس، هنا هاد الشتله اللي هي
تربط في العسير غادي تلقى مشكلة كبيرة. هاد المشاكل اش غادي تشوفوها؟ غادي تشوفوا في الراس ديالها العود الفوق في الراس تحرق يعني يبس، غادي تلقى يبس. هذيك اليابسه هذيك غادي تبقى تهوت مع الشجره، تهبط معها تهبط معها تيبس 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 حتى توصل للعروق. هنا باش هاد الشيء هذا ما نخليوهش يوقع، منين نقولوا مثلا الشتله هكا وليبس وكوماصات تيبس في الراس، هنا غادي نجيو مع ذاك اليابس، نجيو معاه حد هنا هكا اليابس حد هنا، كاين هنايا من التحت خضر، غادي نجيو اليابسة نيشان هنا وغادي نديو واحد جوج سنتيم من البلاصة اللي هي خضراء نقطعوها ونرميوها. علاش كنديرو هاد الضربة هادي؟ كنديرو هاد الضربة هادي باش داك النزيف نوقفوه، باش الشجرة ما يمشيش عند هاد داك ال يعني داك ال داك السموم ما تمشي لهاش للجذور ديالها. هذيك اليابسه هذيك غا كيقولنا تهبط 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 حتى توصل للجذور، لان فيها سموم في ديك اليابسه. هنا ملي كنوصلوا نهودوا معاه حتى فين حاد، نزيد واحد جوج سنتيم بالخضر ونقصوهم ونرميوه. هنا كنحتافظوا على الشتله كامله ما يوقع والو. هنا غادي تبقى الشتله هي تعطي تطلق الريوس من جديد، غادي تزيد تنمو. هذه هي اللي خصنا ان شاء الله تفهموها مزيان. سمحوا لي واحد دقيقه، هذه هي اللي بغيت نوضحها لكم، لان الشتائر اللي هي ديال اللي سير كتلقى هاد المشاكل بزاف وكتقيسها اليابسه. غادي تلقاو مثلا الورقه ديالها كتفتت كتقطع وداك الشيء، هذيك ما كان مشكل. حضيو غير الا كان الراس بدا يبس نقطعو نهوضو معاه حتى للبلاصه اللي هي حيه، نديو واحد جوج سنتيم من البلاصه اللي حيه ورميوها، يعني بحال اللي كنقولو قلعنا المرض ورميناه. هنا كتبقى الشتله كامله مزيانه، غادي مع شويه ديال الوقت غادي تنمو من جديد. هنا مين تكوماسي في النمو عرف بينما وقع يعني التأقلم مع البيئه، هنا غادي ديماري تزيد لقدام. يعني دائما بنادم خصو بالنسبه لهذه اللي قلت لك اللي قلت لكم اللي تربات في برا يعني في الهواء الطلق، ما عليها والو، ما عليها حتى شي حاجه. الا بغيتو تمشيو تشريو الشتائل، يعني باش تعرفوا اللي هي الشتائل اللي هي تربط في لاسير واللي هي تربط برا، باش تعرفوها سهله. غنمشيو للورقه اللي تربط في لاسير، اللي تربط في لاسير رقيقه، الورقه ديالها رقيقه وكتمشي شويه للصفوريه، واللي تربط برا يعني هو الطلق كتكون الورقه ديالها غليظه وكسميتو الكولور ديالها خضراء لأقصى درجة. هنا غادي تعرفوها بينما تربط في الهواء الطلق. أما اللي هي رقيقة ومشات للصفورية هذيك ديال لاسير، هنا غادي تعرفوا المنتوج بالضبط من هو اللي خصكم تديو ولا ما تديوش. نتمنوا الخير للجميع، وما تنساوناش بارتاجيو. إن شاء الله نتمنوا الخير لكل واحد، نديروا اللي تفليت ان شاء الله ونمشيو بعيد. غير سمعوا مزيان الفيديو، غادي ان شاء الله تكون الاستفادة، ومع السلامه.